قيمة الإنسان قلب وبه يرقى ويعلو، فتأمل في رياض القلب فيه القول يحلو. بين التوكل والتواكل، بين الأخذ بالأسباب والركون على ما قسمت الأقدار، بين هذه التجاذبات يقع كثير من الناس في أخطاء، فمع عبادة التوكل في روضة من رياض القلب نترافق وإياكم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لأنه سبحانه وتعالى هو من خلق وهو من أوجد، فهو المتوكل لكل هؤلاء الذين خلقهم، متوكل لهم بأن يرزقهم وبأن يحفظهم وبأن يرعاهم، وهو سبحانه وتعالى ضامن لهم هذا كله، فهو وكيلهم على ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل من أسمائه الوكيل، فعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعد بعض العلماء من أسمائه سبحانه وتعالى الكفيل، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فإذا كان وكيلك هو الله، كل شيء من شأنك وأمورك يتوكل لك ويتكفل به الله عز وجل، فليهنأ قلبك وليسعد عيشك ولتطمئن نفسك، فكفيلك هو الله، وكيلك هو الله، ونعم المولى ونعم الوكيل. فتوكل العباد على الله سبحانه وتعالى الذي هو وكيلهم جميعا، صامتهم وناطقهم في الحفظ والرعاية، توكلهم عليه هو معنى صدق اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. أما من ركن إلى غير الله عز وجل في استجلاب مصالح أو في دفع مضار، فإنه قد خالف معنى التوكل الصحيح على الله عز وجل، بل ركن إلى من يظلمون أنفسهم، وهو أول من يظلم نفسه. الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركن على أحد، لا تظن أن أحدا سينفعك ولا أن أحدا سيضرك، كل هذا هو من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا هو قدر الله عز وجل، فاعتمد على الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا. وطبيعة هذه الحياة أنها تتجاذب قلب الإنسان، فإنه في أي لحظة قد يركن إلى غير الله عز وجل، في أي لحظة قد يركن ويعجب بنفسه أولا، يعجب بما لديه من الفهم، بما لديه من الخبرة، يعجب بنفسه بما لديه من المؤهلات أو ما شابه ذلك، ويظن أن ما يحقق هو تتويجا لما لديه من القدرة والكفاءة، فيعجب بنفسه ويركن إلى ما لديه، وهذا خطأ فاحش. وقد يركن إلى غيره من الناس، يركن إلى من لديه سلطة أو من له أمر أو من له وجاهة وكلمة، ومن لديه من هذه الدنيا نصيب وقسم مالي أو مادي واسع، قد يركن أحيانا إليهم لأنه يظن أن شيئا عندهم من النفع أو من الضر، وهذا كذلك ليس صحيحا. هذا ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فلذة كبده فاطمة رضي الله عنها، دخل عليها يوما من الأيام وقال: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تجعلني
أوكل الأمر إلى نفسي ولو بمقدار طرفة العين من الوقت، لأن الله إذا وكلك لحظة واحدة إلى نفسك أو إلى غيرك من الناس فإنك ستذهب إلى أودية بعيدة لن يبالي الله بك في أيها هلكت، لأنك ركنت إلى غيره. والله يريد من عباده أن يتوكلوا عليه ولا يركنوا إلا إليه تبارك وتعالى. القلب الذي يفقد صفة التوكل يتشتت في هذه الحياة، وتتجاذبه هذه الحياة من جهة إلى جهة، ويعاني فيها معاناة شديدة. أولاً الشيطان يتسلط عليه لأنه فيه ضعف، فيه ضعف في التوكل، والله عز وجل قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لكن هذا ليس مؤمن ولا متوكل، فيتسلط الشيطان عليه، يقذف في هذا القلب الجزع، يقذف في هذا القلب الهلع، يقذف في هذا القلب ملاحقة هذه الحياة، ظاناً أنه بما يبذل من الجهد سيكسب رزقاً أو سيكسب مصلحةً، وظاناً أن نفسه هي التي تؤتيه ذلك، أو أن أحداً من الناس هو الذي ينفعه أو هو الذي يضره. يتسلط عليه الشيطان فيقحمه في كل تلك الميادين، مع أن الشيطان كيده ضعيف، وإذا وجد إيماناً راسخاً وتوكلاً في القلب يعجز أن يتسلط على ذلك القلب. كيف يتسلط على قلب يدرك أن الذي خلق الرزق والمرزوقين هو الله، يدرك أن الذي خلق الحاجة والمحتاجين هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك وهو الذي قسم ذلك كله، فلو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يستطيعوا كذلك، إنما هو بما قد قسمه الله لك. عندما يدرك القلب مثل هذه المعاني يمتلئ قلبه توكلاً وإيماناً على الله، ويرضى بقسمة الله تبارك وتعالى، ولا يأخذه الجزع والهلع ولا تسلط الشياطين أبداً. الركون إلى غير الله سبحانه وتعالى والاعتماد على غير الله تبارك وتعالى تكون عاقبته مؤلمة على الشخص. يروى أن الشاعر ابن زريق البغدادي كان يسكن في بغداد وقد أثخنته الديون، فأراد أن يكتب قصيدة يمدح بها أحد الملوك في الأندلس لكي يجد من هذه أو من وراء هذه القصيدة منفعة وعطاء ماليا يسدد به ما عليه من هذه الديون، فقطع المسافات وسافر إلى بلاد الأندلس وخسر خسارة كبيرة من المال في ذلك السفر غير التعب الذي تعبه. فلما وصل إلى ذلك الملك وقد كتب قصيدته ودخل عليه أنشد فيه تلك القصيدة التي مدحه بها، أعجب بها الملك وأمر له بعطاء، ولكنه للأسف كان لا يعدل عشرا مما خسره في سفره، فشعر عندئذ بصدمة وشعر بألم شديد، ذهب إلى ضفة النهر يندب هذه المصيبة التي وقع فيها وهذا الألم الذي يصيبه، فكتب هناك قصيدته التي شهرت بالقصيدة العينية التي قال فيها: وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الخلق بينهم، لم يخلق الله خلقا يضيعه، فمات بعدها ألما. هذا هو أو هذه هي نتيجة من ركن إلى غير الله تبارك وتعالى. كثيرا ما يخلط الناس بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فصنف من الناس ركنوا إلى الأسباب وإلى ما يبذلون من الجهد، وظنوا أن الجهد الذي يبذلونه هو الذي يدخل عليهم الأرزاق، وصنف ركنوا إلى التواكل فقعدوا ولم يعملوا شيئا منتظرين أن يأتيهم ما قسم إليهم. كلا الطرفين ليس سليما، بل السليم هو الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى في آن واحد.
التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب هو سنة الله في هذه الحياة. لما أذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء لنبيه أيوب قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اركض ابذل سبب، فلما بذله الله سبحانه وتعالى أعطاه تلك النعمة والعافية. ولما أذن بنجاة موسى ومن معه قال اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى عليه السلام بعصا السبب، فأتى من الله سبحانه وتعالى قدر الفتح منه تبارك وتعالى. ولما أراد الله أن يطعم مريم قال هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فأكلت منه بعد أن هزت جذعا يابسا، إنما هو السبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بذل في تلك الرحلة كل الأسباب، وهي مفصلة لمن يقرأ في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة التوكل. فإن الأخذ بالأسباب توكل على الله سبحانه وتعالى، وإن التوكل على الله تبارك وتعالى يلزمك أن تأخذ بالأسباب كذلك. توكلت في رزقي على خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما كان من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في عمق البحار الغوامق سيأتي به الله الكريم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الله الرزق بين الخلائق. فيه القول يحلو.